الصيف كله، الشتاء بينزل علينا من هنا، والشمس بتعدي من هنا. ها شايف كيف كله نازل لتحت؟ الشتاء كلها قامت تتغرق، وإن شاء الله بيساعدونا ويفكروا فينا وبقدموا مساعدات، الله يقدرهم على فعل الخير إن شاء الله. ويعني هيك شايف البيت كيف؟ تعال شوف اللي برا كمان. الشتاء عن جد زواريب زواريب بتكون عندنا. احنا عم نطالب من مؤسسة ACT انها تدعمنا، ان شاء الله بيجي لهم ترميم بيوت وبيجونا بفقدونا وبيجونا اول ناس ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا أسرة من 8 أفراد، وهي البيت زي ما انتم شايفين شبابيك مكسرة، والزنقة جاينا شتاء، وفي الزنقة كله هذا الشتاء بتنزل علينا وبتبرك في البيت، وإن شاء الله بتقدروا تساعدونا. الشبابيك مكسرة طبعا زي ما انتم شايفين، وفيش كسوة عند الأولاد، وإن شاء الله بتعملونا طرد غذائي وبتطلعونا حرمات وكسوة للأولاد. الوضع صعب، وضع فلسطين صعب، إن شاء الله بتقدروا يعني تعملوا إن شاء الله بيقدركم تعملوا لنا إياه من الدول اللي برا تساعدونا. وفي ترميم البيت أهم إشي ترميم البيت، وبندعي من المؤسسات إنها تيجي وتكشف على البيوت المتضررة اللي زي والأسر الفقيرة اللي زينا، يعني الله يقدرهم على فعل الخير. وإحنا بندعي الاي سي تي متعودين عليها دايما بتيجي وبتدعمنا إنها تساعدنا وتقف عنا، وهم دايما بفقدونا، وفي عيد الأضحى بيجيبوا لنا لحم، وفي الشتاء بيجيبوا لنا حرمات وطرد غذائي، وإن شاء الله يظلهم دايما مستمرين إنهم يساعدونا ويقفوا معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا عيلة طبعا بنتكون من 9 أنفار، وبنتمنى من كل الجمعيات الخيرية إنها تدعمنا، خاصة اللي إحنا متعودين عليها، وخاصة في فصل الشتاء، يعني لأنه بيتنا غير صالح للسكن، إحنا بنحتاج يعني أي كسوة، إحرامات، أي حاجة، خاصة ترميم البيت لأنه بيصبح في فصل الشتاء غير صالح، وإنه ما فيش معين إلنا، وأنا طالبة جامعية وبحاجة كتير إلى إنه حدا يساعدني في رسوم الجامعة. وبرجع بشكركم مرة تانية، وبتمنى من جمعية الجمعيات الخيرية خاصة اللي متعودين عليها ACT إنها دايما تدعمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكر مؤسسة ACT والشعب الأندونيسي الذي دائما يدعم الشعب الفلسطيني، ونتمنى أن دائما يكون بجانبنا، وخاصة بجانب الأسر الفقيرة والتي تحتاج إلى الدعم.